أحلى إبداع الثاني مو بأحلى الأفكار بنات أطفال براعي يا عمر الأزهار بأحلى إبداع الثاني بأحلى الأفكار بنات أطفال براعي في عمر الأزهار شو مكاتب لفترة وقتين مواهب عيش وقتك مع فترة أطفال ومواهب طبعا الحمد لله ماشي تصوير الكليبات على قدم وساق في اماكن متنوعه وان شاء الله تشوفون عمل جدا جبار لكل الزهرات وايضا اللي ما يصوروا في الرياض لهم تصوير ايضا في اماكن جدا رائعه في المنطقه صراحه يعني اخترناها جدا بعنايه حتى انا يعني الكليب تبعي حصوره ان شاء الله داخل المنطقه جازان بمشيئه الله تعالى في أماكن جدا مميزة. حبيبي حمودي كيف حالك؟ مبسوط عشان صورنا؟ إيش أكثر شيء ساعدك في الرياض؟ السكوتر. والله توقعت السكوتر. يلا تمام. جبت السكوتر كهربائي جديد. يقول لك أبسط. توقعت الإجابة فكان صريحا. بأحلى إبداع يتساهم بأحلى الأفكار بنات أطفال براعم في عمر الأزهار. عيش وقتك مع فرقة أطفال ومواهب وزع في الأرجاء لآلي ريحان وألحان واليوم نال بصيت عالي والفخر الجزال وزع في الأرجاء لآلي ريحان وألحان واليوم نال بصيت عالي والفخر الجزال بأحلى إبداع يتساهم بأحلى الأفكار بنات أطفال براعم في عمر الأزهار شو مكاتب لفترة وقتين عيش وقتك مع فرقة أطفال ومواهب 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 عيش وقتك مع فرقة أطفال Yeah.
في احلى الافكار بنات اطفال برايب في عمري الازهار استكمالا لتصوير الكليب او الكليبات الخاصه بالثانويه الزهراء توصل الان عندنا اليوم ضيفه في الكليب هتشوفوها هتشارك معنا اسمها رهف هذه محبه للفرقه تخيلوا لما شافت البنات بكت يعني هتشوفوها معنا في الكليب ان شاء الله تبع جوان هذه رهف اللي قلت لكم عنها هتشوفوها معنا في الكليب القادم ان شاء الله إبداع يتساهم بأحلى الأفكار بنات أطفال براعم في عمر الأزهار أطفال مواهب عيش وقتك مع فرقة أطفال ومواهب عيش وقتك مع فرقة أطفال ومواهب وزع في الأرجال ريحان وألحان واليومنا نتصيت عالي والفخر الجزال وزع في الأرجاء لآلة ريحان وألحان واليومنا نتصيت عالي والفخر الجزال جو كيف عمودي حلو ولا بارد بصراحة ايه نص نص ها طبعا ان شاء الله حتبدا الكليبات تنزل تدريجيا ما نبغى نحرق عليكم بعض الامور باحلى ابداع يتساهم باحلى الافكار بنات اطفال براعم في عمر الازهار للطفل الصغير يتخاطب تفتح له آفاق ترفيه وتوجيه مناسب من روح الأخلاق للطفل الصغير يتخاطب تفتح له آفاق ترفيه وتوجيه مناسب من روح الأخلاق